السلام عليكم. اليوم نقفوا عن مشروع تاع محطة متعددة الأنماط اللي راهي قيد الأشغال ببلدية بالموت رايس، واللي يعني تأخرت كثير الأشغال هذه، لكن الآن تعرف وتيرة جدا متسارعة، وفيه إذن مشروع سوف يتم الانطلاق فيه عن قريب ليوصل توصيل هذه المحطة بطريق تاع التراموي لمدينة الجزائر العاصمة. وللعلم أنه فيه المشروع هذا فيه محطة من هذا النوع بالجنوب والشرق والغرب لولاية الجزائر العاصمة. إذن إن شاء الله الأشغال هذه تكتمل، والآن أنا نشاهد الأشغال تاع التغطية تاع المحطة بالهياكل المعدنية، وشيء أكيد سوف يعطي شكل جميل لهذه المحطة اللي إن شاء الله تكتمل الأشغال، ويتم تهيئة كل هذه المنطقة بما في ذلك السكنات والإقامات اللي راهي المشاريع اللي راهي موجودة حول المحطة. إذن أترككم تتابعون، والسلام عليكم.